أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. كشفت الموجة المطرية الأخيرة في عدة مناطق بالعراق عن حاجة ملحة في تأهيل البنى التحتية في قطاع المجاري، وذلك لتفادي الأضرار الناجمة عن غزارة الأمطار وغرق الشوارع وانهيار المنازل. وشهد عدد من الأقضية والنواحي في أكثر من محافظة مؤخرا حوادث متفرقة بسبب الأمطار، كان من أبرزها غرق عدد من المدارس والمستشفيات. وأظهرت صور ملتقطة من البصرة غرق قسم الطوارئ في المستشفى التعليمي، التي يؤكد أهل المدينة بأن الجهات المسؤولة قد صرفت أكثر من 140 مليون دينار عراقي لترميمها مؤخرا، لكنها غرقت بعد هطول الأمطار. دعونا نشاهد. مياه الأمطار إذن تكشف حجم الفساد في مشاريع البنية التحتية، وتعد الأمطار زائرا ثقيلا على المواطن العراقي جراء انعدام شبكات المجاري النظامية والشوارع المعبدة، لا سيما في الأحياء التي تعاني من تلكؤ في مشاريع البنية التحتية أو تلك غير المخدومة بشبكات المجاري. في محافظة البصرة كذلك أظهرت صور أخرى ملتقطة من المستشفى الجمهوري مداهمة مياه الأمطار لردهات المستشفى في مشهد يبين حجم الانهيار في البنية التحتية والقطاع الصحي. دعونا نشاهد هذه الصور التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق. ونبقى مع ملف مياه الأمطار الذي يغزو مناطق العراق ويبين مدى تهالك البنى التحتية، ومن محافظة البصرة إلى محافظة صلاح الدين، إذ تسببت الأمطار الغزيرة هذا اليوم بغرق مستشفى طوس خرماتو في محافظة صلاح الدين. وأظهر مقطع المصور فشل البنية التحتية بتصريف مياه الأمطار، ما أدى إلى غرق قسم الطوارئ ومدخل المستشفى وأقسامها الداخلية بالمياه. نشاهد قبل استعراض آراء الجمهور العراقي مع هذه المقاطع. إلى تعليقات الجمهور العراقي مع هذه المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك. أبو علي الخزعلي يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسابكم عسير يوم القيامة أيها المسؤولين. أما رشاد أحمد فقال: مو مشكلة، المريض يلبس نجادة وإن شاء الله يقوم بالسلامة. ظافر صالح يقول: بس بالعراق النهر جاف
والمستشفى انطوفه ويضحك. أما أحمد عبد ياسين فهو الآخر علق وقال حول هذه الصور، يقول هسه من يشوف السوداني يقول الله لا يوفقني، يقول الله يطيح حظي ولا يوفقني على هذه المشاهد كما يقول. إذن مياه الأمطار تكشف حجم الفساد في البنية التحتية بعد 20 سنة من عمر العملية السياسية وحكومات متعاقبة على العراق منذ العام 2003 ولغاية الآن، مع هطول أول زخات المطر يتضح وتتضح الصورة جليا بأن العراق ليس لديه بنى تحتية حقيقية تساعد أو تقوم بصد هذه المياه. صور المستشفيات كانت واضحة كما صورها مواطنون عراقيون ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توضح كيف أن هذه المستشفيات قد غرقت بسبب هذه المياه في البصرة وفي صلاح الدين. معنا اتصال عبد الرزاق من محافظة بابل. أرحب بك أخي عبد الرزاق، كيف شاهدت هذه الصور؟ حياك الله دكتور عمر. سهلا بك دكتور. أف لعيشة بين وغد ولقيط، يعني للأسف الشديد مع حاجتنا الماسة للأمطار ونتضرع رب العالمين بأنه أن ينعم علينا بالأمطار، لأنه تعرف تغيرات المناخ وما شاكلها من مشاكل، لكنه رغم ما تجينا هاي النعمة تصير وباء على العراقيين لكثرة الفساد من قبل المؤسسات الحكومية، أو هي الحكومة بصورة عامة هي مبنية على الفساد. يعني هي ما بطلت تاكل مطر حتى على مود يعني تسبب هذه المشاكل، غرق المستشفيات وغيرها هي فيضان المجاري، لكنه مطر خفيف فوق كشفتهم. هذا دليل على أنه المسؤولين بهذه الحكومات ناس يعني ما يهمهم مصير البلد، ما يهمهم الاهتمام بالبنى التحتية، كل ما يهمهم هو السرقة ونهب أموال البلد. فهذا هذا اللي احنا جاي نشوفه من قبل المسؤولين للأسف الشديد، ما عندهم أي اهتمام بالمواطن، ما عندهم أي اهتمام بمؤسسات البلد. نعم، يعني هذه المشكلة بعد 20 سنة من عمر العملية السياسية ربما لن تحل. نعم دكتور، ربما لن تحل هذه القضية. نعم. يعني بعد 20 سنة وإحنا مثل ما أنت تفضلت بأنه زخات بسيطة من الأمطار تتسبب بغرق المستشفيات، الشوارع، المنازل، عدا تهالك الطرق والبنية التحتية، يعني ماذا يحتاجون بعد كل هذا الوقت 20 سنة؟ دكتور أنت تعرف كل الزين والمشاهد يعرف كل الزين، المواطن العراقي اليوم أصبح يعني واعي لهذه الحكومات. هذه الحكومات اللي إجتنا بعد 2003 هي مشروع تدمير هذا البلد. يعني هو ما أجوا يبنون، لأنه الجاي يعملون على مخطط هو تهديم وتبليش هذا البلد. نعم. ولا 20 سنة يا دكتور عمر، سأضرب لك أبسط مثال. شو يعني إحنا نقول بلدنا نفتخر بحضارته ونفتخر بهذا البلد العريق، لكنه سأضرب لك أبسط مثال وإنت بعد كيس ومشاهد كيس. نعم. يعني فضل هذه دولة قطر اللي هي يعني جزء من محافظة العراق. إحنا نشوف اليوم العالم كله مجموع قطر ويحتفل كأس العالم، شوف هذا البلد شلون منظم، شوف لكنه شوف احنا المسؤولين مالتنا شلون يا دكتور عمر. ليش؟ لأنه اكو ناس عندها حس وطني، ناس حريصين على بلدهم، ناس حريصين على سمعة بلدهم، واكو ناس لا والله يا دكتور هم عملاء ومرتزقة وخونة لتدمير اوطانهم. فهذا الفرق يا دكتور. احنا يعني 20 سنة 40 سنة إذا بقت هذه الطبقة السياسية هو نحو الأسوأ، ما يعني ينهضون بالبلد، ذولا كل همهم جيوبهم وكل همهم هم
يعني نفع مصالحهم الضيقه يا دكتور، ما يفكرون لا بالمواطن ولا يفكرون بالوطن. هذه اللي احنا جاي نعيشها من قبل هذه الاحزاب اللي دمرت البلد. نعم، تحياتي لك. شكرا لك عبد الرزاق من بابل كان معنا. دعونا نذهب الى ملف اخر. ربما يقضي المواطن العراقي ساعات طويله او ربما ايام عده قبل ان تنجز معاملته لدى دوائر الدوله، اذ ان بعضها او ان بعضهم او بعض هذه الدوائر تجبر مراجعيها على الركض في رحله مكوكيه لطبع الاختام والتواقيع وإرفاق صحة الصدور وانتظار الكشف وشهادة الخبير القانوني، وعادة ما يسمع المواطن عبارات على شاكلة رئيس القسم مجاز وتعال الأسبوع القادم وغيرها في مسيرة روتينية بطيئة تقنع المراجع على ضرورة دفع المقسوم كما يقول العراقيون، أي الرشوة للمسؤول، أو ربما يدفع لمعقبي المعاملات أو الدلالين ليقوم بإنهاء معاملته بساعات، طبعا وذلك ليحافظ على أعصابه وصحته. من بين تلك الدوائر كما قال العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي التي طالما يعاني المواطن العراقي منها هي دائرة الرعاية الاجتماعية التي يفترض أن تراعي حاجة مراجعيها كونهم من الفئات الأكثر فقرا في دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة البصرة وفي مشاهد وثقت اكتظاظ المئات أمام شباك الحاسبة فقط لكي يتأكدوا بأن اسمهم ورد ضمن القوائم ولكي يباشروا بإكمال باقي الخطوات للحصول على راتب للرعاية. وهنا يسأل المواطن لماذا هذا الإذلال لهذه الشريحة من الفقراء ولماذا لا تعلق الأسماء المقبولة في لوحة لكي يستطيع الجميع الاطلاع عليها ويعطى كل اسم موعدا بدل هذه الزحامات. دعونا نشاهد هذه الصور من دائرة الرعاية في البصرة. هاي رعاية البصرة يا وزير العمل والشؤون الاجتماعية يا أحمد الأسدي، باوع هاي باوع نبقى مع المقاطع التي صورها عراقيون ونشروها على منصات التواصل الاجتماعي والتي توضح معاناة المواطن العراقي في الدوائر الحكومية. طبعا عادة ما تثقل الرسوم ومتطلبات المعاملات والأختام الكثيرة كاهل المواطن اقتصاديا في وقت تعيش فيه حتى ما يعرف بدول العالم الثالث عصر رقمنة إنجاز المعاملات ضمن ما يعرف بالحكومات الإلكترونية التي عجزت حكومات الاحتلال المتعاقبة بعد عقدين من الزمن عن استنساخ هذه التجربة الحضارية التي تخفف عن كاهل المواطن. طبعا من المفارقات التي طالما تثير استغراب المواطنين أن بعض الرسوم تكون أكبر من القيمة الرسمية المعلن عنها، كما حصل مع مواطن عند مراجعته لدائرة المرور إذ أكد بأن فايل المعاملة في مديرية المرور مكتوب عليه يباع ب 500 دينار عراقي لكنه يباع للمواطن ب 2000 دينار، وتساءل أين تذهب ال 1500 دينار. دعونا نشاهد هذا المقطع. إخوان مثل ما قاعد يشاهد هذا الفايل قاعد يبيعونه بالمكاتب اللي باب المشروع الوطني مع مديرية مرور محافظة البصرة. هذا الفايل مثل ما قاعد تلاحظ مكتوب عليه 500 دينار، شو المكاتب قاعد يبيعونه بالفين. أنا بس أرد أعرف والله هاي الألف ونص الماخذينها شنو، هاي خمس، زكاة، ضريبة؟ ممكن توضيح من الأخوة في مديرية مرور محافظة البصرة؟ نريد نعرف هاي بالله الألف ونص الزيادة شنو. هو فايل كله ورا 500 دينار مكتوب عليه. عادة ما تنتهي الفيالات ومعاملات والمستمسكات والمعاملات التي يتقدم بها المواطنون أملا باستحصال جزء من حقوقهم المنتهكة إلى مكب النفايات، ويكون مصيرها في الغالب الحرق والإتلاف كما يقول العراقيون بعد أن تحقق الأحزاب
الهدف منها في تقدير المواطن لكي يعيش أملا زائفا، هكذا قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. في العاصمة بغداد وبالقرب من شارع أبي نؤاس وجد أحد الأشخاص مجموعة كبيرة من الفيلات والمعاملات التي ألقت بها عجلة حديثة، بعدين أوهم من يستقلها أصحاب تلك المعاملات بالحصول على حقوقهم، هكذا قال من صور هذا المقطع. دعونا نشاهد قبل استعراض تعليقات الجمهور العراقي. باو احدى المستمسكات مال عالم الشهداء يضحكون عليهم، اللي تطلعون مظاهرات اللي تسوون شيء راح نعينكم، جيبوا فايلاتكم، هاكم دول ثلاث ارباعهم شهداء ومجزره وحارقين هنا، ضاربين عشاط على ابو ناس حارقين، هذن كوم خير من الله. المستمسكات الغراض مال عالم، بطاقة تمونية ليش ما تخافون الله، بطاقة السكن خير من الله، ذني متروسة ترس فايلات. طب هذا شهيد، هذا اسم الشهيد حاتم ثامر عبود الربيعي، عدد الأفراد 3، هاي باع مكتوب مزرعة، هاي خير من الله، باعوهن متروسة ترس. ليش هيك؟ ليش ما تسوون شيء للعالم؟ قولهم يابا ما نقدر، ليش تكذبون عليهم وتجيبوا فايلاتكم؟ هاك فايلات بعدهم بتشيس، حارقين. ليش؟ نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور ومعاناة المواطن العراقي في الدوائر الحكومية. بسام الدراجي يقول هاي ما النواب كانوا يضحكون على الناس الفقرة، خلص شغلتهم وحرقوا المعاملات. أما محمد أحمد فيقول مو نقول كل كلاوات، ما حد يصدق التعيين بالواسطة والرشوة. سهر المشهدان تقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ماكو خوف ولا ردع من قبل الجهات الحكومية، ماكو إنسانية ولا رحمة، بس الحرامية والنصابين عايشين لأن ماكو مخافة الله سبحانه وتعالى. مصطفى المرسومي هو الآخر قال مع الأسف والله لا الموظف خلصان ولا العطال بطال خلصان، هاي تاليها بالزبل ويقولون نزاهة، خلي تشوف النزاهة مو هي الحسيب والرقيب على دوائر الدولة. معنا أبو سمية من محافظة الأنبار، أرحب بك معنا أبو سمية. شاهدنا مقاطع وصور لمعاناة العراقيين في الدوائر الحكومية، كيف ترى أنت أداء الدوائر الحكومية عندما تقوم بمراجعتها؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدوائر الحكومية في العراق أصبح واضحا أنها لا تعمل لخدمة المواطن، وكل موظف في أي دائرة حكومية يتلقى راتبا مقابل الخدمة التي يقدمها للمواطن. يعني الخدمة التي يقدمها للمواطن لا يقدمها منة، بل إنه يأخذ عليها راتبا. لكن يا سيدي الكريم، إذا غابت الرقابة عن الموظف الصغير وتساهل المدير وتساهل من هو أعلى منه وتساهلت الوزارة وتساهلت الحكومة المركزية التعامل مع المواطن وفي إذلاله، فمن الطبيعي أن الموظف سيرجع في إذلال المواطن. بالنسبة لمراجعي معاملات الرعاية الاجتماعية، هؤلاء ما جلبهم إلى هذا المكان إلا العوز وإلا الحاجة، فمن العيب على هذه الحكومة أننا نسمع أن حال اللاجئ العراقي في الدول الأوروبية خير من حال المواطن الذي يعيش في بلده وبين أهله وتحت ظل حكومة تدعي أنها تعطي حقوق المواطن. فالدوائر الحكومية يا سيد الكريم أصبحت مرتعا لتسلط الأحزاب، مرتعا للفساد، إلا ما رحم ربي. في كل دائرة، نعطيك معلومة عن كل دائرة حكومية يحصل فيها مقاولات وغيرها وغيرها، هناك لوبي، هناك شخص يدير هذه الدائرة، يديرها ماليا. وعلى الموظف الذي يأتي إلى هذه الدائرة أن يخضع للنظام الذي تماشى مع الباقين. عليك أن ترى الفساد، وعليك أن ترى الرشوة، وعليك أن ترى هدر المال، وعليك أن تسكت، عليك أن تسكت. كن على ثقة أن كل موظف في أي دائرة حكومية يحاول الحد من الفساد فإنه تلفق له تهمة،
أو أنه ينقل إلى دائرة أخرى، وأقل الحالات أنه يحجم ويبقى ثابتا بغير دور سوى أنه يجلس خلف طاولته. هذا هو حال الدوائر الحكومية، لأن الحكومة بشكل عام والدوائر بشكل خاص لا تحترم إنسانية المواطن، فهي لا تصلح إلا أن تكون قائدة من أصابع. وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية بن الأنبار، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم ملفات هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم من جديد. التوك توك هذه العربة البسيطة التي تنتشر في كثير من دول العالم والمعروفة كذلك بالاكتظاظ السكاني كالصين والهند لتسهيل مرورهم بوسط الزحام المروري، أصبحت واحدة من علامات العراق وأيقونة على بريقها في تظاهرات ثورة تشرين عام 2019 بعد أن وقف سائقو هذه العربة موقفا مشرفا على الرغم من فقرهم وحاجتهم، وكانوا من أكثر الأطراف الذين خدموا الثورة مجانا، وبعد أن باتت هذه العربة مصدر رزق لكثير من العائلات العراقية في المناطق الفقيرة، أقدمت دائرة المرور في الآونة الأخيرة على تنظيم حملات ضد سائقي هذه العربة لأسباب مختلفة. مسألة التضييق على سائقي التوك توك ليس وليد اليوم، إنما كانت من فترة طويلة بعد عام 2019 قبل أن يؤسس أصحاب التوك توك أول نقابة رسمية لهم للمطالبة بحقهم. النقابة نظمت وقفة في العاصمة بغداد للاحتجاج على الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية والتي تستهدفهم وتستهدف رزقهم كما يقولون. دعونا نستمع لجانب من كلامهم في المقطع التالي وانتقادهم للتخبط الحكومي وعدم الالتزام بترقيم مركباتهم التي تختلف عن الرسوم الحقيقية التي يطالبهم بها ضباط الوزارة كما يقولون أيضا، فنتابع. المرور انت ما تردي نظام وما تردي التزام، احنا تعهدنا لكم حجنا 15000 تكتك نريد الرقم.
قدامهم موارد نفس العدوية مقدم فادي وانتم اطيتونا حكاية 150 ألف الرقم وهاي الشباب كلها من تقدر تريد ترقم ليش تريد ترقم بين هاي الشباب على باب الله رحت انا الرقم 150 ألف مطين الكتاب رسمي اصب المديرة المرور تطلع 300 إلا 6000 يعني حتى مصداقية بالحكي ما عندكم وين نروح عم هاي تكاتك احنا ما نريدها شوفونا بديل هاي الشباب انتم عبالكم بس ما رخص لك انتم عبالكم مرتاحين بعيشة التكتك بالشتاء كاتلنا البرد ونلبس فروات وبالصيف خاولين على ركبتنا وننشف بالعرقت بس ماكو بديل وصارت يعني سهلة تجيب لك بالقصد وتوفيها تشتغل بيها لا تبيع ذابات امك لا تبيع ذابات مرتي وجاي نشتغل بالقصد ونشتغل لا تخلونا نعيش لا توفرونا احسن ما تطلع هاي العالم من الطريق وتقضونهم وتخيسونهم بالسجون وهم اهلهم يصرفون عليهم كافي تعبنا لا حياة لمن تنادي. طبعا نذكركم أعزائي المشاهدين بأنه يمكنكم المشاركة معنا عبر رقم الواتساب إن كان برسالة أو الاتصال برقم الواتساب. نبقى مع سائقي التوك توك ومعاناتهم ويستغرب كذلك أصحاب التوك توك والدراجات النارية الذين يعملون في مجال خدمات التوصيل الدليفري من ملاحقتهم والتضييق عليهم ومصادرة عرباتهم ودراجاتهم في وقت تقف الحكومة فيه عاجزة عن ملاحقة العجلات الحديثة للأحزاب والميليشيات هكذا يقولون أو هكذا يقول سائق التوك توك. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي صوره أحد سائقي الدراجات في محافظة البصرة بعد مصادرة دراجته. يعني حجزون دراجات نحن أهل البلدية حجزون دراجات ليش؟ يعني أهل المظللات مظللات يعبروهم وبالكاتم يعبرون احنا البلدية يحكضون دراجات ليش سنة عندنا سيارات اشترينا سيارات هاي شوف من حزون والمظللات ولا واحد حاجة هاي الضباط. لم تكتفي وزارة الداخلية بملاحقة هؤلاء الكسبة واشترك معها الجيش والذي يفترض أن يكون موقعه على الحدود كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي لا في داخل المدن إذا أظهرت لقطات مصورة إطلاق عناصر من الجيش النار على تظاهرة لأصحاب عربات التوك توك طالبوا فيها بإيقاف مصادرة عرباتهم لكن المفارقة بأن هذه الإطلاقات أصابت جندياً من نفس القوة في مشهد يبين حالة الفوضى والتخبط التي تعيشها البلاد فلنتابع. طبعا لم تكتفي وزارة الداخلية والقوات الأخرى في محافظة البصرة في إطلاق النار فقط لتفريق التظاهرة بل وصل الحال بها إلى ملاحقة أصحاب عربات التوك توك والدراجات النارية وشن حملة اعتقالات ضدهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب كما حصل في المناطق القريبة من تقاطع الجزيزة حينما دخلت قوة مشتركة لاعتقال صاحب دراجة نارية من نوع وزوازة كما يسميها العراقيون. دعونا نشاهد هذه الصور. تفاعل عراقيون كثر على منصات التواصل الاجتماعي مع أصحاب التوك توك وكذلك الدراجات النارية. يقول علوش البدري خطية هاي الشباب وين تروح
قطعة ورزقهم. أما حسين الغزي فيقول ما دامكم قريبين من المناطق الشمالية ألف عركة جاية تصير باليوم قادرين على هذا أبو الوزوازة. أما زياد فيقول هذا مطاردكم على الناس الفقرة لو تبدلون بفتح الدعاوي اللي مركونة برفوف المراكز. يقول زياد يكون أفضل. هادي حسن يقول الله لا يوفقكم إن شاء الله من قلبته التكتك مع الولد وكتلته يمنى بالقزيزة. طبعا يبقى التساؤل إذا كانت هذه العربات ممنوعة داخل العراق فلماذا تسمح الجهات الحكومية باستيرادها؟ كان من المفترض في الأول أن تقوم الجهات المسؤولة الجهات الحكومية بإيقاف استيراد عربات التوك توك والدراجات النارية الصغيرة قبل عمل هذه الحملة. يعني كلنا يعرف بأن ما زالت عربات التوك توك يتم استيرادها من الخارج من الهند من الصين وتدخل عبر المنافذ الحدودية وعلى رأسها من ميناء البصرة. نعم. نذهب إلى ملف آخر وهو ملف الفساد في الطرق والجسور والإهمال الحكومي لهذا القطاع الحيوي. إذ كشفت لجنة الخدمات النيابية في البرلمان عن وجود شبهات فساد في ملف مشروع تطوير مداخل العاصمة بغداد، وقال رئيس اللجنة محمى خليل بأن محافظ بغداد ووزارة الإعمار والإسكان يتحملان مسؤولية عدم إنجاز مشروع تطوير البوابات خلال الفترة المحددة. وأضاف محمى خليل بأن الأموال المخصصة لمدخل بغداد الشمالي تقدر بنحو 82 مليار دينار عراقي لإعمار الطريق بطول 33 كيلومتر، ووفق الأموال تم تخصيص 2.3 مليار دينار عراقي لكل كيلومتر واحد. وكانت لجنة الخدمات والإعمار قد وصفت مؤخرا مداخل بغداد بأنها طرق موت مع وجود شبهات فساد وتلكؤ بإنجاز المشاريع في هذا المجال. في غضون ذلك نشد أبناء أقضية التاجي والطارمية والدجيل وبلد لوضع حد للتخريب المتعمد الذي تمارسه الطواقم المنفذة لمشروع إعادة تأهيل طريق التاجي بعد أن أقدمت على قلع السيد المؤدي إلى بغداد جذريا وتحطيم الصب الكونكريتي على الرغم من كونه مسلحا وبحالة ممتازة بما فيها النايلون الموضوع تحته وهو بحالة جيدة جدا كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، ومعمول وفق مواصفات هندسية فواصل من مادة الفلين بين القطع الكونكريتية. طبعا هذا يعود إلى عشرات السنين هذا الصب الكونكريتي تحت هذا الإسفلت، فضلا عن كون مواد الصب أصلية وغير مغشوشة وخاضعة للفحوصات المختبرية والسيطرة النوعية منذ عشرات السنين قبل الاحتلال، وممكن أن يستمر عمرها لسنين أخرى طويلة. فقط يعني تعبيد الطريق فوقها على أن يكون بصورة هندسية صحيحة. ووصف سكان الأقضية الشركات المنفذة وصفوها بالمخربة بعد تحطيم الكتل الكونكريتية مع سبق الإصرار كما قالوا، بينما كان من الممكن رفع مادة الإسفلت المغشوش والتالف من فوق هذا الصب فقط وترك الكونكريت على حاله، ما يوفر الجهد والوقت والتكلفة ويخفف من معاناة المواطنين الذين يعني يعبرون على هذا الطريق. دعونا نشاهد جانبا من عمليات رفع الكتل الكونكريتية والتسبب بتخريب الطريق في اللقطات التالية.
في البصرة وتحديدا في قضاء شط العرب، حيث عبر مواطنون عن سخريتهم من أعمال تبليط متر واحد لتوسعة شارع الحوطة الرئيسي بقضاء شط العرب، وصفين إياها بالمهزلة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقطعا لأعمال التوسعة في الطريق والتي تحولت لمادة للسخرية بين العراقيين. دعونا نشاهد. المحافظ المقام، أي واحد شريف ويخاف الله، يا ريت تجون تشوفون التبليط اللي بلطوه اليوم. هذا التبليط بالحوطة يطلع على الزريج كتيبان، هذا بلطوه متر اليوم. شوف بعد التبليط، شوف شو مسوين بالدنيا كلها. يا ريت تشوفون ويا ريت تجون تتابعون طريق الحوطة يطلع على كتيبان وعلى الزريجي. يا قيم مقام، هذا طريقك وانت بيتك منه، يا ريت تجي تشوف وشوف هاي الكلاوات. هذا شغل كلاوات بكلاوات. نبقى مع الطرق والشوارع في العراق. وفي غضون ذلك، أظهر مقطع مصور رداءة التبليط في منطقة الحوطة شرق محافظة البصرة، وأظهر المقطع غضب أحد المواطنين الذين بيّن بأن الطريق المعبد للتو يمكن قلع الإسفلت باليد المجردة من دون جهد في هذه المنطقة الواقعة في قضاء شط العرب في البصرة. فلنشاهد. شرفك، هذا شنو هذا التبليط؟ خاف نشلع، يقولون شلع المال العام. زين هذا شنو هذا؟ هذا التبليط شنو؟ سؤال، هذا شنو هذا؟ هاي منطقة الحوطة، قضاء شط العرب، وين المحافظ؟ وين رئيس الوزراء؟ وين هيئة النزاهة؟ وين الطرقاعة كلها؟ خل تيجي تشوف، خل تيجي تشوف طرقاعتنا، خل تيجي شنو هذا؟ هذا تبليط، هذا شنو هذا؟ هذا تبليط بشرفكم، بوجدانكم، بضميركم. وين الحكومة المحلية بالقضاء؟ المتمثلة بالسيد القائم مقام المحترم، وين السادة المسؤولين؟ خلنا نحكي بهاي الصيغة، خاف يزعلون علينا. اي والله زين، هذا احنا بيحق كلامنا لو ما بيحق؟ هذا تبليط، المن الناشد المن. تعليقات كثيرة من قبل العراقيين حول رداءة الطرق، ومنهم عبد النبي الحاج خلف قال: إذا غابت المراقبة والمتابعة والمحاسبة يفسد الفاسدون ويسرق السراق. أما أثير فيقول: المقاول تابع لحزب أو تيار معين وما حد يقدر يحشي وياه، وهاي النتيجة تبليط مال أسبوع. أما عدي العراقي فقال: السبب بالمهندس المقيم، سكوته على الفساد، أما فاسد أو ضغوطات خارجية. علي الحسن يقول: مبروك هذا الإنجاز العظيم يا قائم مقام شط العرب، يا فلتت زمانك. يقول معنا أبو عمر من الناصرية، أرحب بك معنا أبو عمر، كيف ترى حال الطرق في العراق؟ مرحبا بك أبو عمر، هل تسمعني؟ ألو، السلام عليكم عم عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أبو عمر، شلونك عمي؟ انا اشكر قناه الرافدين، دائما والله اطلع هموم العالم ودائما سبق بالحدث. انا اشكركم واشكر حتى الكادر مالها، الله يسلمك، الكادر العظيم هذا والله، الله يبارك فيك، هذا واجبنا. طبعا بالنسبه عمي عمر، طبعا هاي مال المشاريع والشغلات هاي، يعني اي مقاول يجي الا مو بحزب ما ما ما, ما يطول المقاولات، والمقاولات هاي من ياخذونها واحد يبيعها للثاني، يعني واحد يبيع على الثاني. ناس ذولا شيل تبليط، شيل بلد تبليط، تبليط ايش هم تسووا؟ هم عم يردون يدمرون البنيه التحتيه العراق كله، عطموا الشعب، يعني ما سووا، سووا انك انت ما سووا، يعني شترت جمعتهم بعد احنا ذولا؟ شترت جمعتهم احنا؟ نعم زين يا عمي يا عمر، شترت جمعتهم احنا؟ زين لو كلها مشاريع، كلها مشاريع متلكة، مشاريع مال احزاب، هم عمي هم جايين يدمرون العراق. والحل شنو؟ ذولا جاي يدمرون العراق عمي، ذولا ناس ذيوله، ذولا اصلا ولا هم مو للعراق، ولا هذول اجنده خارجيين، ذولا تابعين ايران. هاي ايران مشكله، ايران الله ينتقم من ايران، يعني حتى الشعب جاي ما جاي كله قمع وكله قتل. عم سووهم هاي ايران، ايران سوت بينا، ايران ما تقول ذولا كلهم اجندال ايران ذولا. نعم اشتترت جمعتهم، عندنا مثل عربيه، اقول لك اشتترت من البارح مطر عمي، ذولا عصابات. نعم
عصابات تخيل والله العظيم يا الناصرية. أنا الحاجك تشريني أنا أبو عمر تشريني جلولة 800 شهيد 25 ألف جريح أين هم؟ دولة عمي دولة يا بلد ولا أمون البلد دولة عمي عمر. نعم أنا أشكرك أبو عمر من الناصرية وأعتذر منك على المقاطعة لضيق وقت البرنامج لم يتبقى لنا إلى دقائق معدودة. نذهب إلى الهاشتاج حيث تؤكد مراكز حقوقية بأن سجناء سجن التاجي يعيشون في حالة يرثى لها بسبب تعرضهم لشتى أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي ومختلف الإهانات والانتهاكات وسوء المعاملة. وكان سجناء في سجن التاجي قد وجهوا نداءات استغاثة لإنقاذهم من سوء أوضاعهم لا سيما بعد غرق السجن بمياه الأمطار والمجاري. تعاطف مدونون وناشطون عراقيون مع استغاثات السجناء وأطلقوا واسم مأساة سجن التاجي لتسليط الضوء على السجون الحكومية وما يجري فيها من انتهاكات لا سيما سجن التاجي. دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات تحت هذا الوسم. زياد خالد يقول من مأساة سجن التاجي خاصة والسجون عامة عندما يمرض السجين يرفض الذهاب إلى المعاينة خارج السجن لأن الكثير من زملائهم ذهبوا لمدينة الطب كما يقول زياد يقول تحديدا ثم قتلوا هناك بأيدي الأحزاب المسيطرة على تلك المسالخ المستشفيات بين قوسين سابقا. سارة تقول أين وزارة العدل من ما يحدث من ظلم وانتهاك وإذلال للإنسان العراقي وكسر متعمد لشخصيته. تقول سارة السجون تعاني من إهمال شديد هذا عدا الأعداد الهائلة من الأبرياء الذين سجنوا على أساس طائفي. هذا نموذج صغير من معاناة المساجين المظلومين داخل سجون الدولة الإيرانية كما أسمتها سارة. نيزك القيسي تقول ما الذي يجعل القائمين على هذا السجن يفقدون طبيعتهم البشرية ويتحولون إلى كائنات متوحشة تفترس البشر؟ من سيقهر هذا الظلم والعدالة في العراق ميتة؟ شمس تقول مأساة سجن التاجي تقول إلى الله المشتكى. دعونا نذهب إلى أنفوغرافيك. عادت قضية التضييق على الصيادين العراقيين واعتقالهم والتنكيل بهم فضلا عن إهانتهم خلال ممارستهم مهنة الصيد في مياه الخليج العربي من قبل خفر السواحل الكويتي والإيراني إلى الواجهة مجددا في ظل العجز الحكومي عن وضع حد لمثل هذه الممارسات. المزيد في أنفوغرافيك أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية فلنتابع. لتنظيم الملاحة في خور عبدالله ليست للسفن المتواجدة في البحر الإقليمي الكويتي. فعلى السفن المتواجدة الآن في البحر الإقليمي الكويتي التحرك بصفة الاستحشال والخروج من البحر الإقليمي الكويتي. اعتبر هذا تنبيه وراح تتحمل مسؤوليته في حال العودة لعمليات الحفر وبلغ سفينة ذقار والسفينة صافة محتوى هذه الرسالة.
دول الجوار اعتداءاتهم مستمرة على الصيادين، تجي الخفر السواحل الكويتية تهينهم وتاخذهم، وإيران كذلك نفس الحالة نفس الوضعية، والصياد صار مطرقة بين المطرقة والسندان. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، قدمنا لكم العديد من الملفات التي تفاعل عليها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، نلقاكم يوم غد إن شاء الله، في أمان الله.